تصاعدت ظاهرة العنف ضد الرجال في إقليم كردستان خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، ما استدعى إنشاء منظمات للدفاع عن حقوق الرجال المعنفين من أسرهم. وبحسب اتحاد الرجال في كردستان، فإن حالات العنف ضد الرجال بلغت ما بين عامي 2014 و2020 3797 حالة، وبلغت حالات الانتحار 568، فيما وصل عدد الرجال الذين قتلوا على يد الزوجات نحو 42 رجلا. كما رصد الاتحاد 463 شكوى وحالة من العنف ضد الرجال سجلت في العام الجاري في عموم مناطق كردستان. وتأتي الأزمتان الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى غياب القانون في مقدمة الأسباب التي ساهمت بزيادة حالات العنف الأسري ضد الرجل في الإقليم، فكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ ومن الناحية النفسية، كيف يتم التعامل مع الرجل المعنف؟ ننصح المعنف أن لا يرضخ لأي نوع من العنف، وبالتالي عليه المحاولة بإيقاف هذا الشيء المرضي والمضطرب بأي نوع من الأشكال، وهي أو الهروب من المكان، تغيير المكان، أو محاولة إيقاف الفاعل، اللجوء إلى اختصاصي، أو حتى اللجوء إلى المحاكم. هذه الأرقام المقلقة تطرح تساؤلات عن جدوى القوانين الخاصة بمكافحة العنف الأسري، فماذا عن قانون رقم 8 لسنة 2021؟ قانون 8 لسنة 2021 والذي عرض على البرلمان العراقي للتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب، ولكن هناك معارضات كبيرة وكثيرة لهذا القانون، ولأسباب قد تكون متعلقة ببعض الأحزاب الدينية المشتركة في العملية السياسية. ويشدد الخبير القانوني على ضرورة إقرار قوانين تكافح العنف بشتى أنواعه من أجل الحفاظ على الأفراد سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع.